دلوقتي هنتكلم على الديفلوبمنت اوف ذا تانج. وعلى فكرة الديفلوبمنت بتاع التانج ده من ضمن الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان كتير. فاحنا عندنا ده قطاع في الفارينجيال ارشز، ده الفيرست فارينجيال ارش، وده السكند، وده الثيرد، وده الفورث، وهكذا، ومن جوه الاندوديرم زي ما احنا متفقين، ومن بره الاكتوديرم. فبيجي هنتكلم الاول على الديفلوبمنت بتاع الميوكس ميمبرين اوف ذا تانج. احنا عارفين ان التانج عباره عن ميوكس ميمبرين ومسلز. زي ايه؟ معلش التشبيه مش ظريف قوي. الشراب ده الميوكس ميمبرين، ولما رجلك بتخش فيه ده اللي هو المسل بتاع الايه؟ التانج. فالميوكس ميمبرين انا عندي هنا ده الاندوديرم، ادي الاندوديرم بتاع الفارينجيال ارش، زي بيطلع من الاندوديرم بتاع الفيرست فارينجيال ارش. هنا من الاندوديرم بتاع الفيرست فارينجيال ارش الاقي هنا زي ما انتم شايفين ثلاث حاجات، واحد اثنين ثلاثة، اثنين سويلنج من الاندوديرم بتاع الفيرست فارينجيال ارش، اثنين سويلنج اسمهم لينجوال سويلنج، ده لينجوال سويلنج وده لينجوال سويلنج، وبعدين واحد تالت صغير ورا اسمه تيوبركولم امبار. يبقى انا عندي لينجوال سويلنج هنا هو اثنين، ولينجوال ايه؟ امبار. وتيوبركولم تيوبركولم امبار، الاثنين لينجوال سويلنج وتيوبركولم امبار يتحدوا مع بعض ويعملوا الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج. ده الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج، ده عباره عن اتحاد تلات حاجات، اتنين لينجوال سويلنج وتوبركولم امبار، طالعين منين؟ من الاندوديرم بتاع الفيرست فارينجيال ايه؟ ارش. دول عملوا الانتيرو تو ثيرد اوف ذا ايه؟ تانج. عشان كده اذا يبقى كده الانتيرو تو ثيرد بتاع التانج الموكس ميمبرين طالع من الفيرست فارينجيال ارش. عشان كده الانتيرو تو ثيرد بتاع التانج بياخد نيرف سبلاي من لينجوال نيرف اللي هو طالع من المانديبولار نيرف اللي هو طالع من الفيرست فارينجيال النيرف سبلاي بتاع الفيرست فارينجيال ايه؟ ارش. نيجي البوستيرو ثيرد بتاع التانج اللي هو الجزء الخلفي. البوستيرو ثيرد ده طالع منين؟ قال لك ده طالع من السكند والثيرد والفورث فارينجيال ارش، من الاندوديرم بتاع السكند والثيرد والفورث فارينجيال ارش. عمل لي السكند والثيرد والفورث يتحدوا مع بعض يعملوا هايبوبرانكيال ايه؟ امنس. الحته اللي منقطه دي سموها هايبوبرانكيال امنس. تتقسم جزء وجزئين، انتيرو بارت وبوستيرو بارت. الانتيرو بارت بتاع الهايبوبرانكيال امنس ده اللي طالع من السكند والثيرد والفورث فارينجيال ارش يعمل بوستيرو ثيرد اوف ذا ايه؟ تانج. يبقى البوستيرو ثيرد بتاع التانج طالع من هايبوبرانكيال امنس، انتيرو هاف اوف ذا هايبوبرانكيال امنس اللي طالع من السكند والثيرد والفورث فارينجيال ارش، لكن مينلي الثيرد فارينجيال ارش، مينلي الثيرد فارينجيال ارش. ليه؟ عشان كده بنقول بوستيرو ثيرد بتاع التانج طالع من السكند والثيرد والفورث فارينجر ارش، لكن من للثيرد، عشان كده بياخد نيرف سبلاي من الجلوسو فارينجر نيرف. يبقى الانتيرو ميوكس ميمبرين بتاع الانتيرو تو ثيرد بتاع التانج طالع من الفيرست بياخد نيرف سبلاي من اللينجوال، البوستيرو ثيرد طالع من السكند والثيرد والفورث من للثيرد بياخد نيرف سبلاي من الجلوسو فارينجر ايه نيرف. عند اتصال الانتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج هنا مع البوستيرو ثيرد بتبقى بان عندي هنا سالكس تيرميناليس، وفي هنا فورامن صغيره اسمها فورامن ايه؟ سيكم. عند اتصال انتيرو تو ثيرد اوف ذا تانج مع البوستيرو ثيرد الاقي ده هنا في فورامن اهي اسمها فورامن سيكم، وده السالكس اللي بيسموه سالكس ايه؟ تيرميناليس، اللي يفصل بين الانتيرو تو ثيرد وبين البوستيرو ثيرد اوف ذا ايه؟ تانج. نيجي بقى لما نيجي ادي نفس القصه بس بالالوان، ادي الفارنجيال ارشز، ده الفيرست والسكند والثيرد والفورث، وده التو لينجوال سويلنجز هم طالعين من الانتيرو من الفيرست فارنجيال ارش
وادي تيوبركولم ادي تيوبركولم امبار وادي السكند والثيرد والفورث في الرينجر ارش بيشتركوا مع بعض يدون البستور والثيرد. لكن البستور والثيرد يطلع من الازرق والاصفر والاخضر، لكن مينلي الاصفر اللي هو بيكون اللي هو طالع من الايه السيرد فرنجال ارش. عشان كده الانتيرو تو سيرد بتاع الطنج طالع من الفيرست فرنجال ارش، والبستور والسيرد الميوكس ممبرين بتاع البستور السيرد بتاع الطنج طالع من السيرد فرنجال ارش واخد اللون الاصفر. وبعدين النقطة الفاصلة بين الاتنين اللي هي الفورامين ايه سيكم اللي احنا شايفينها. طبعا اللي احنا قلنا الهايبوبرانكيال امنس الانتيرو الانتيرور هاف بتاع الهايبو برانكيال امنس تدين البوستيرو سيرد بتاع الطنج الانتيرو بتدي البوستيرو سيرد بتاع الطنج، لكن البوستيرو بارت بتاع الهايبو برانكيال امنس اللي لونها اخضر دي بتديني الايبيجلوتس، الحته الصغيره دي اللي هتبقى ايبيجلوتس. بس مالناش دعوه بيها، احنا لينا الانتيرو سيرد بتاع الطنج طالع من الفيرست، والبوستيرو سيرد طالع من السكند، والسيرد والفورث من السيرد، والفورم اللي بينهم اسمها فورم السيكا، والحز اللي بين الاثنين اسمه سالكس تيرمينس. ده الميوكس مبرين بتاع الايه الطنج. تعال نقلب على الصوره الثالثه بقى اتفرج المنظر ده. الامبريو اهو، طبعا انت مش عليك في الامتحان ترسم الرسمه المشخبطه دي. ده الامبريو، ده الهيد فولد، ده راس العيل، وده الماوس كافيتي هنا في الحته دي، والحته دي ده الجزء اللي بيدي الهارت والليفر والكلام ده كله. هنا في الجزء ده الادي الامبرو. الامبرو ده في عندي في الظهر هنا، انا مش هرجع للجنرال دلوقتي ليه؟ لان مش عايز الخبطك. عندي هنا الماسلز بتاع الجسم الاول بتبقى طالعه من حاجه اسمها مايوتومز، لحتت صغيره كده من 42 ل 44 جزء صغيرين كده بيعملوا مايوتومز، لما بيعملوا سكيليتال ماسل. المايوتومز دول فيهم شويه في الرقبه اسمهم اوكسيبيتال مايتوم، في الهيد اسمهم اوكسيبيتال مايتوم، شويه في الرقبه اسمهم سيرفايكال مايتوم، شويه في السورك اسمهم سوراسك مايتوم، وهكذا في لامبر مايتوم وفي ساكرال مايتوم. انا عندي الماسلز اوف ذا تانج افتكر طالعه من حاجه المايوتومز اللي هو قطع الماسل اللي موجوده في الهيد، دي اسمها اوكسيبيتال مايوتومز. دول يحصل لهم مايجريشن. يعني ايه مايجريشن؟ عمليه زحف، ينزلوا هو كانوا في الباك بتاع الهيد، ينزلوا وروحهم داخلين جوه الميوكس مبرين اوف ذا تانج. هنا كده ده الازرق ده الميوكس مبرين اوف ذا تانج، الماسل دي تسحف لحد ما تخش الميوكس مبرين اوف ذا تانج، وتسحب معاها النيرف سبلاي بتاعها اللي هو بيسموه الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف نمرة ايه 12. عشان كده التانج الماسلز بتاعته طالعه في الاوكسيبيتال مايوتومز وتاخد نيرف سبلاي من الكرينيال نيرف نمرة ايه 12 اللي هو الموتور بتاع التانج. اما السنسوري قلنا قبل كده الانتيريو تو سيرد طلع من الفيرست فارنجال ياخد من اللينجوال، والبوستيريو سيرد طلع من سكند والسيرد والفورث تاخد من السيرد اللي هو هايبو جلوسو فارنجال ايه نير. نيجي بعد كده الانوماليز بتاع التانج، خد بالك معايا واحد، خد بالك من الحكايه دي. الانوماليز اللي هو العيوب الخلقيه في التانج، اول حاجه في واحد يطلع لسانه يطلع كبير، المسلز اللي فيه دخلت كتير وطلع اللسان كبير اسمه ماكروجلوسيا. ماكروجلوسيا تقول يعني افتح بقك هلا، يفتح بقه ويطلع لسان كبير جدا، ده اسمه ماكروجلوسيا. في بنات ولا اولاد تلاقي قول له افتح بقك تلاقي لسان حته صغيره، ده اسمه مايكروجلوسيا. يبقى ماكروجلوسيا لما يبقى لارج تانج، مايكروجلوسيا مش كاتبها انا، اسمها لما يبقى التانج سمول. تاني حاجه واحد تفتح لسانه تلاقي لسانه مشقوق اهو، اللي هو نسميه احنا بيفيد تانج، بيفيد يعني مشقوق، يبقى ده بيفيد ايه تانج. في واحد تالت
او نوع رابع اللي هو الطنج موجود، لكن الوصله بين الطنج وبين الفلور اوف ذا ماوس تبقى قصيره قوي، بحيث تقول له طلع لسانك ما عرفش طلعه، لسان لازق في ايه؟ في بطن الحلق او في بطن بقه في الفم، ده اسمه تانج تاي. تاي يعني جرافطه، كانك عائد اللسان بجرافطه في قاع الماوس كافتي، عشان كده ما يعرفش يطلع لسانه. يبقى الانوماليز بي في التانج، تانج تاي ماكرو جلوسيا. طبعا انت كطالب سنه تانية طب في الامتحان الاجابه دايما ما بنطلبش اكتر من اسم الانومالي، يعني اقول لك انت بعد ما تخلص الديفلوبمنت بتاع التانج تقول لي انوماليز بي في التانج، تانج تاي، ماكرو جلوسيا، مايكرو جلوسيا، وده كفايه عليك اعتبار انك انت طالب في ايه؟ في سنه تانية تبقى.